خويا انا هادشي اللي كتب عليا من عند الله. انا تزوجت بهاد المراه وهي عندها داك المرض الوراثي فهمتي، وخويا زادت لي البنيه. نهار زادت لي البنيه عرفت بلي راه مريضه من عينيها فهمتي، بقيت متبع معها غير في الطبيب ديال الدوله شويه، عطاوني باش ندير الترويض في حمريه. انا خويا الله غالب ما عرفتش ندير الترويض، وقال لي الطبيب قال لي خصها قبل في 7 سنين خصها دير العمليه. وهادشي اللي كنقول لك نتمنى من الله شي ناس يتصلوا بيا ونعطيهم الفري، لان خويا ما بغيت بنتي دير العمليه. انا ما بغيت والو، البنيه صغيره كتقرا وعيوناتها ما مساعدينهاش، وعندي مرتي حتى هي مريضه. انا كنقول لهم هادشي ماشي كنقول زعما باش كنما نستغل الناس ولا باش يتعاطفوا معايا، لا، يجيو يهزوهم ويداويوهم ويوقفوا معايا. انا ما باغي والو من هاد الدنيا، علاش؟ حيت ما عنديو معانا والو. انت اخويا عنديو معانا حتى حاجه، حيت اخويا بغيت نبيع واحد من الاعضاء من الاعضاء الجسم ديالي، انا فلي حريه التعبير ياك، من حقي نبيع ياك. الا بغيت نبيع ذاتي نبيعها كامله، لان ملي كنشوف راسك خرجتي مع واحد الاعلام من بار ياك، والناس الفيديو تشاف بزاف، وما عيطلكش حتى واحد قال لك اخويا الله يعطيك تراحت الله. اشنو بغيتي دير؟ شنو بغيتي دير بالنسبه لك استاذ؟ انا راه بغيت نبيعهم بجوج فهمتي؟ انا بغيت نبيعهم بجوج، انا صافي شبعت الدنيا شبعت منها، انا بغيتهم نبيعهم بجوج على ولادي برا وليا ويعيشوا لي ولادي. حنا راه ميتين ميتين، اللي ما مات اليوم يموت غدا ان شاء الله. لما كتشوف هاد الناس علاش كيديروا هاد الشيء هذا؟ علاش اللي ملي كتمشي انت كتدق على واحد الباب كتلقاه مسدود، ملي كتمشي توصل واحد الرساله كتلقى بنادم كيشوف فيك ولا كيكتب شي كتابه عليك ولا كيحط لك شي كومونتير اللي كيخلي قلبك كيحرقك من الداخل. علاش؟ حيت هو ما عايشش معاك، كون يجي يعيش معايا غير دقيقه غيعرف الحقيقه. بنتي عندها مسكينه قلت ضعف النظر، فهمتي؟ عندها ضعف النظر، هي كتقرا بسلامتها مزيان القران والقرايه مزيان والعراضه مزيان، ولكن ضعف النظر في الكتابه، الكتابه ما كتكتبش مزيان. خويا العينين طونسيون، طونسيون عندها واحد العين داخله، داك العين هي اللي قال لنا الدكتور خصها دير العمليه. ومرتي مشات لها عين، مشات لها عين، مرتي خصها تصحيح النظر، تصحيح النظر، تصحيح النظر كيدار بالليزر، ودوزت لها عندك الدكتور الهلال الاحمر اللي كاين في قنيطره، عندي الوراق ديالو، عندي كل شيء. يعني انا مهما خرجت للاعلام كنتمنى من الله شي واحد يكذبني ولا يعيط لي يقول لي انت راك كتكذب فهمتي. ما طلبت والو خويا، انا ما قلت لهم ما خصني دار، ما خصني قصر، ما خصني حتى حاجه، انا خصني غير ولادي يداووا. كنصور 60 درهم 70 درهم 1000 ريال، نصور 800 كافي يعني فهمتي. واخا كاع انا نعيش ماشي في الزنقه حاجه، واخا نعيش كاع حتى في الطار، المهم غادي يجي واحد النهار ربي غادي يدير لي حتى ولدي على الخير فهمتي. لهذا كنقول هاد الناس الله يجازيكم بخير، من نشوفوا واحد الانسان، واحد الانسانه مريضه ولا ضعيفه، ولادي بحثوا قلبوا سولوا جيو هزوا بيديكم. ما تبقاوش كتشوفوا نتوما، كتشوفوا بعض الحالات اللي كتكون بعض الحالات كاذبه في المنبر، ورغم ان ذلك كنشوفوا حنا بزاف ديال التعاطف وبزاف ديال المساعدات وبزاف ديال هاد فهمتي. ان راه هاد الشيء هذا راه بزاف فهمتي. خص هاد الناس هاد المحسنين خصهم يقلبوا ويبحثوا ويسولوا فهمتي، لانني انا مضرور ومرتي مضروره، اقسم لك بالله الا كان باتوا في الزنقه الا دابا 10 ايام هذه، وهذه 5 ايام ما نعش عيني يعطيوك الخبر، ان ولادي كينعس وانا كنبات فايق، كنقول غادي يجيو يسرقوا لي الولد، يجيو يهزوا لي البنت، غتوقع لي شي لعبه، هذه كنبات عساس، وفي النهار انت كتشوف، كنفيقهم مع 6 الصباح باش يجيو للمحل يحل المحل ديالو، كنفيق قبل منه، كنفيق قبل منه، ونوضهم مع 6 الصباح، تخيل انت الولد ولد عام، والبنت عندها 7 سنين ما كاملاش. وكنفيقهم مع 6 الصباح ونجيو نجلسوا في القهوه. اش كنتسنى؟ كنتسنى الله يدير لي شي تاويل ديال الخير. حاجه جالسين غير هنايا، كان مره كنمشيو عند شي ناس، مره كنجلسوا برا، مره هذا وصافي. المهم الثاني دير لنا الله الخير اخويا. خويا الدكتور الشهبي كنطلبوه يشوف هذا اللايف ديالنا، يوقف معنا خويا، الله يجازيه بخير. راه شكروا الناس عليه وعاودوا لنا الناس عليه كيدير الخير. دابا الله يجازيك بخير، الا شاف هذا هذا اللايف ديالنا يصوني علينا في النمره ديالنا، الله يوقف معاه ويجازيه بخير. شكرا وشكرا بزاف لاله خطير، الله يستر عليه ويوقف معاه على وليداته، ويوقفنا غير مع البنيه ومع انا على غير الله يخلي له الضو ديال عينيه.
ما كان طالبوا حتى شي حاجة، هنا جينا غير باش نتعالجوا، ما بغينا حتى شي حاجة أخرى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.